خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، وهتكون معانا مراسلتنا منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره، نعرف منها الاجواء ونعرف منها كمان اخر الاخبار الخاصه بالنادي. يا منى صباح الخير عليكي. يا صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد، يوم أهلاوي مليء بالاستعدادات والمباريات النهائية المهمة اللي إن شاء الله كلها تبقى بطولات من نصيب أو من نصيب دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله. خلونا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم اللي اغلق الصفحه الافريقيه مؤقتا وفتح بكل تركيز صفحه بطوله الدوري من جديد، وبيستعد النهارده بشكل قوي لمباراه الدوري ان شاء الله هتكون مساء يوم الاربعاء مع البنك الاهلي. تدريب الفريق والتجمع النهارده الساعه 4 العصر على ملعب مختار التتش باذن الله. قبل تمرينة النهارده يكون في فحص طبي للثلاثي الاهلي اللي كان اشتكى من اصابات او كدمات بسيطه في الايام الماضيه، يعني اليو ديانج كان عنده الم في الركبه، ياسر ابراهيم كان عنده الم في العضله الخلفيه، ورامي ربيعه كان عنده كدمه في العضله الاماميه. ان شاء الله تكون اصابات بسيطه جدا ويرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مع باقي عناصر الفريق بشكل طبيعي. النهارده كمان من الاخبار الساره هي عوده بدر بنون للتدريبات مره ثانيه، يعني طبعا زي ما احنا عارفين كان بدر بنون كان بيشتكي من التهاب على عضله القلب من توابع اصابته بفيروس كورونا اللي كانت سبب طبعا في ابعاده بشكل او لعده شهور طويله عن الملاعب او عن اي ممارسه اي رياضه، لكن دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اكد لنا ان شاء الله انه بدر بنون بحاله جيده وهيقدر ان هو النهارده يرجع للتدريبات بشكل طبيعي او تدريجي لحد ان شاء الله ما يستعيد لياقته البدنية والصحية مرة تانية. أكيد طبعا بنقول له الحمد لله على سلامتك. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بيبحث طلبات استدعاء اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم خلال فترة الأجندة الدولية اللي هتكون ما بين فترة 30/5 إلى 14/6 إن شاء الله. علي معلول لتونس، أليو ديانج لمالي، وبيرسي تاو لجنوب أفريقيا. استكمالا لباقي اخبارنا العاب الصالات والبدايه بفريق كره الطايره، وزي ما قلتوا الماسترز اللي تاهلوا رسميا لنهائي بطوله افريقيا المقامه في تونس بعد فوزهم على فريق بورت دوالا الكاميروني، واللي انتهت المباراه لصالح النادي الاهلي بنتيجه 3-0. جاءت نتيجه الاشواط 25-15 25-19 والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-20. الاهلي النهارده هيواجه في النهائي الترجي التونسي الساعه 6 مساء، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. اما سيدات كره الطايره اللي بيواصلوا النهارده استعداداتهم وتدريباتهم لبطوله افريقيا اللي هتكون برضو مقامه في دوله تونس، الفريق هيسافر يوم الخميس ان شاء الله لدوله تونس استعدادا لبطوله الافريقيه. اما رجال كره اليد امبارح كانوا خدوا راحه لمده 24 ساعه بعد تاهلهم اول امس الى نصف نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، والنهارده هيعودوا مره ثانيه لاستئناف تدريباتهم بشكل قوي وسريع استعدادا لنصف نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. واخيرا رجال كره السله طبعا يعني مباراتهم النهارده مباراه حاسمه ومباراه مهمه جدا امام نادي الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر للمحترفين. طبعا النادي الاهلي بيلعب هذه البطوله بنظام بيست اوف 5، كان فاز بمباراتين والاتحاد السكندري ايضا فاز بمباراتين، فكده رجعنا للنقطه صفر من جديد. النهارده المباراه الفيصل اللي هتحسم مين هو لقب بطل الدوري لهذا الموسم. المباراة هتكون الساعة 8:30 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى. حابة كمان أنوه إن هيكون في بث مباشر على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي استوديو تحليلي كمان هيكون من الساعة 8 مساء. بشكركم جدا، دي كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل النادي الأهلي بفرع أو مقر رئيس النادي الأهلي بالجزيرة. العودة إليكم مرة تانية من الاستوديو، تفضلوا. تغطية رائعة جدا منك يا منى، بنشكرك جدا على عليها، وواضح من الباك جراوند ان الجو النهارده شوية مش مشمس زي كل مرة في ساعات النهار، وحتى كدرجة حرارة واحنا نازلين الصبح برضه كان لطيف جدا، كان في سنة برد كده.